دراري السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم نديرو ريفيو على تراك ديال فايبر، تراك سميتو ديكالي، هو اخر تراك عند فايبر. هذا رابر هذا وورلد رباط، عرفتو عن طريق التراك ديالو هيستيريا. في ذاك التراك اكد بان عنده واحد لو طانو لي وير، وسيرتو الصوت اللي تيمتاز به هذا الرابور لي صوت كراف. فاش يكون عندك صوت كراف وتترابي على شي تيم، تعطي واحد الجماليه اكثر. او ثاني خليكم مع الريفيو وما تمشيو فين. اول حاجه انا هضروا عليها هو العنوان ديكالي. ديكالي او اكسون يعني ادجكتيف، او بالعربيه نعت. المعنى ديالو شخص عنده سلوك ما تتماشاش مع الواقع، يعني ما تيشبهش داكشي اللي داير به. ولا لا بغينا ناخذوها في السياق ديال الزمن، يعني ديسانكرونيزي او غير متزامن، يعني سواء سابق الوقت ديالو سواء متاخر على الوقت ديالو، يعني ديكالي. هذا هو المعنى ديالو. ثاني حاجه ممكن نهضروا عليها هو الكليب. من بين احسن الكليب اللي شفت في 2017، لا من ناحيه ديال التصوير لا من ناحيه ديال الزفين اللي مخدومين به. كاليتي واعره بزاف، سيرتو لا سين ديال الدرون كيفاش مصور ديك المنطقه اللي كاينه بين سلا والرباط. تيبان لي اغلب اللقطات مصورين في مدينه سلا. كسل ما تبقى خشيت في جهاد الى دخلتي ليهم غيطلعوا بسبابكم بعدا تلقاهم كيدوروا. فيلم باي انس النجوم، المونتاج طارق رئيس، لي زافي فيزوال عادل وجا. كما تلاحظوا بان كاين هناك فريق عمل متكامل، كل واحد داير اللمسه ديالو في الكليب اللي عطى في الاخر واحد النتيجه زوينه بزاف. الكليب تيوضح داك الشيء اللي تيربي عليه فايبر، الطبقيه اللي عايشه بنادم في المغرب، يعني بين الفقير والمرفح كاين بزاف ديال المشاكل، وهذا الشيء باين في الكليب من شي بلايص منتشر فيهم الفقر بزاف. كذلك تلاحظوا واحد لا ميزونسين ولا واحد التمثيليه بين جوج ديال لي بيرسوناج، واحد لو جون اللي لاباس عليه، واحد اخر اللي باين فيه ساكن في واحد الوسط فقير ولكن عنده نوع من القوه اللي سميتو الوحش. في الاخر يتلاقاو هاد جوج ديال لي بيرسوناج، هذاك اللي لاباس عليه غيعطي الفلوس لهاد البيرسوناج اللي سميتو الوحش، وهذا كيخرج من الطوموبيل ويبان لينا في الاخر شاد راسه. دونك هنا المورال من هاد التمثيليه هي كما كانت القوه ديالك ولا السلطه ديالك في الوسط اللي انت عايش فيه، ولكن اون فوا تيجي شخص اللي عنده نفوذ ولا عنده العاقه يقدر يتحكم فيك كما بغى. دونك هنا كما تيقول لك بان الفلوس ممكن انها ترد شخص اسكلاف او عبد. تراك تكنيكمون نهضروا على لا تكنيك ديال الفلو عند فايبر، رائع جدا، يعني عنده ان فلو اللي واعر. كيما ديجا قلت لكم الصوت ديالو غاف، وعاد الفلو ديالو اللي تيمشي مع الانستري بواحد الطريقه اللي زوينه، والانستري فيه اون ميلودي سامبل ولكن في نفس الوقت حزينه اللي تتخليك تعيش مع التراك. الانتوناسيون عند فايبر تتسمعو كل كلمه بوحدها، وسبيسيال في فايبر ان الصوت ديالو يونيك وتقدر تميزو ما بين بزاف ديال الاصوات. خلاوني ما نخوش الدرب، كذبوا عليا بالاناشيد، سخاوني من دم الكلب. لي غيم الطريقه كيفاش لعب بلي غيم، طريقه سهله ولكن ركز بزاف على توصيل الميساج. اخر حاجه ليريك، ليريكس كان مفهوم وواضح وتمثيل لهاد التيم هذا اللي لعب عليه فايبر. ليريكس تيتكون من جوج ديال لي كوبلي وغوفران. كوبلي الاول تيبدا ريبوا الحيوطة ودخلوا ليها بغاو ينصبوا على ولاد الشعب، ربما هنا القصد ديال الاجانب وسيرتو اللي تيجيو من الخليج. وعاد كيفاش هادوك المغارب اللي شادين السلطة او اللي لاباس عليهم حتى هما تيمارسوا انواع الفساد على الضعيف المسكين. اذا الدقة جاية الفقير من كل بلاصة. وتيكمل في هاد الكوبلي كيفاش ان الا بغيتي تفرض راسك وشخصيتك ما خاصكش تعاند، وخاصك تكون ديكالي على الواقع اللي انت عايش فيه، وما يغروكش الفلوس اللي هما داير عليهم
هذا الفيلم كامل. الرفران بشكل واضح تيقول ان كل شيء داير على الفلوس. الكوبلي الثاني تيهضر فيه على انواع الضغط اللي تيعيشها بنادم اللي ما فحالوش وانواع القمع اللي تيتعرض لها اي واحد تيبغي يهضر على حقه. هنا فايبر تيوضح السياسه اللي غادا بها الدوله وكاع هادوك اللي دايرين العاقه، كيفاش بنادم ضعيف خصو يبقى ساكت وغافل على شنو داير به، وداكشي عن طريق بزاف ديال الحوايج من بينها طبقات الاعلاميه اللي تدوز في التلفازه ولا في الراديو الى غير ذلك، وكذلك تسهيل ترويج بعض انواع المخدرات ولا انواع الممنوعات باش بنادم يبقى ديما غافل وديما مبوق ما عارفش شنو كاين في البلاد. وفي الاخر تيسالي الكوبلي كل مآل ديال هادشي كامل هو الموت، واخا تعيا وزعما ما تدعقونا راه اخرتنا كنا القبر. اخيرا تراك على المجمل كان زوين، تم لعب بطريقه معقلانه، كاين واحد الترتيب في لي زيدي وعاد الجوده ديال الكليب اللي عطات واحد الاضافه واعره للتراك كامل. فوالا الدراري كنتو مع الريفيو ديال تراك ديكالي ديال فايبر، نتمنى يكون عجبكم هاد السيل الجديد ديال لي فيديو. بغيتكم في لي كومونتير تكتبوا لي اللي عجبكم بحال هاد السيل، يعني ندير واحد الريفيو اللي هو موجز بواحد الطريقه اللي هي مركزه شويه ولكن تكون عامره بلي زانفورماسيون. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش دعم القناه بالمشاركه فيها وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلكم الجديد، ولايكيو لا فيديو، تابعونا على انستغرام تويتر وفيسبوك، ونتلقى في فيديو واحد اخر. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.